بحث مجلس بلد الشمالية في جلسته الاعتيادية فكرة إنشاء حديقة تدوير من النفايات والمخلفات، على اعتبار أنها فكرة جديدة من نوعها في المنطقة، فضلا على أنها قد تساهم في مواجهة تزايد حجم النفايات وذلك لارتفاع عدد السكان الشمالية. التفاصيل. أفكار متجددة ومشاريع مبتكرة أطلقها مجلس بلدي الشمالية سعيا منه إلى إيجاد مجتمع بيئي وصحي، فجاءت فكرة إنشاء حديقة تدوير من النفايات والمخلفات تقدمت بها لجنة الخدمات والمرافق العامة وتوافق عليه الأعضاء في جلستهم الاعتيادية، خصوصا وإن هذا المقترح عبارة عن عملية إعادة تدوير ومعالجة لمختلف النفايات لجعلها صالحة للاستعمال لأغراض أخرى مفيدة بيئيا للتقليل من حجم التدهور البيئي لتكدس النفايات. في اجتماع الاعتيادي مناقشت إنشاء حديقة نموذجية، حديقة يعني تكون أغلب غالبية ألعابها وكراسي من التدوير، يعني من عملية التدوير، فإن شاء الله يعني نطمح في إنشاء هذه الحديقة لاستفادة من المخلفات والنفايات التدوير. إلى ذلك أوضح الأعضاء خلال الجلسة أهمية قرار تطبيق القانون على المخالفين وإزالة جميع إشغالات الطرق في الشمالية لما له من تأثير إيجابي على المنطقة وقاطنيها. قرار تطبيق قانون إشغالات الطرق العامة رقم 2 لسنة 1996 هو قرار صادر عن سعادة الوزير وزير الأشغال شؤون البلديات والتخطيط العمراني على أساس تنفيذ القانون في مراحله الأولى على المنصات والإشغالات والكبائن التي تعيق الطرق العامة وتغلق الممرات. من جانب آخر بحث الأعضاء تغيير عدد من التصنيفات في مناطق مختلفة من المحافظة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.